برامج الأحزاب يجب أن تتضمن مواضيع لمبادئ وحقوق الإنسان وكذا، هذا من الطبيعي جدا، وحتلقاها موجودة هي في بعض الأحزاب إن مش كلها، لكن المشكلة في كيفية التطبيق على أرض الواقع وعدم التعرض والمساس لمبادئ حقوق الإنسان وانتهاكها من قبل الأحزاب أو كذا، أو إن هي ما تكونش متسترة بها بحجة إن هي موجودة في برامجها وكل شيء، لكن هي ما هيش مطبقة. والشيء هذا تلمسه في بعض الأحزاب أو التكوينات السياسية الموجودة على الساحة في ليبيا. هذه مسألة هامة وهامة جدا. أولا اليوم أصبحت مبادئ حقوق الإنسان الكونية هي مبادئ تفتخر بها كل الأنظمة الديمقراطية، ولا بد من وجودها في كل الأنظمة الديمقراطية، ولهذا السبب لا بد أن الأحزاب التي تتبنى توجه وتتبنى النظام الديمقراطي وتسعى إلى الوصول إلى السلطة بترسيخ الديمقراطية المتمثلة في التداول السلمي على السلطة، بد أن يكون النبراس متاحها والمبادئ متاحها مرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في كونيتها ككل، وليس حقوق الإنسان الفئوية أو الأدمية، بل لابد من أن تكون هذه المبادئ واضحة وشفافة، كل المبادئ الكونية اللي جات بها كل المواثيق والمعاهدات الدولية، حتى بالفعل يمكن الحديث عن احترام للذات البشرية ولحقوق الإنسان. هو بطبيعة الحال هو أمر ضروري وضروري جدا، لأنه لكل حزب عنده البرنامج متاعه، والبرنامج الحزبي ما ينجمش يخرج من الإطار حقوق والحريات اللي نعيشوا فيها كل يوم، واللي نعيشوا فيها كل يوم، واللي احنا ندافع عليها بكل ما أوتينا من جهد، وحتى في إطار العمل البرلماني احنا ندافع عليها في إطار السياسات التشريعية من خلال مشاريع القوانين اللي ما يلزمش تكون معادية أو مناهضة للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. هذه المسألة لها أهمية بمكان، وخاصة بعد مواقعة المصادقة على دستور البلاد اللي هو تضمن أهم المبادئ العامة لحقوق الإنسان وتناول البعض منها بالتفصيل، لكن بطبيعة الحال هذا يتغير حسب الأحزاب. مثلا في مسألة الإرث، المساواة في الإرث، لا يمكن أن نطلب من حزب حركة النهضة أن يكون له نفس الموقف كنداء تونس أو كأحزاب اليسار. هو الأساس متاع عمل الحزب السياسي أن يكون عارف مجتمعه، فاهم مجتمعه، إذن يتكلم لغة مجتمعه ويعالج الإشكالات الموجودة فيه. نعم، نحن في مجتمع يجب أن نفهمه، ولكي نفهمه يجب أن نفهم أهمية حقوق الإنسان، وأن نفهم أيضاً ما هو مفهوم النوع الاجتماعي، وأن ندمج هذا ليست فقط في مفرداتنا بل في برامجنا. بالأكيد هذا مهم. هناك حاجة ملحة في تونس في هذا العمل، لأنه للأسف في قراءتها كمنظمات لا يوجد وعي عميق لدى الأحزاب السياسية بأنه أحد الرهانات المهمة اليوم هو حقوق الإنسان، خاصة أنها تشمل كل ميادين عملهم، يعني سواء حريات العامة اللي هما كحزب تشكلوا بفضل هذه الحرية، أو كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإلا الحرية الفردية. فالمجتمع طالب اليوم أنه تتم نهضة حقيقية والتفاتة من قبل الأحزاب السياسية اللي هم أصحاب القرار وفي السلطة اليوم لهذه الحقوق، لأنها حقوق هذا المجتمع، فمن واجبهم اليوم أنهم يلتفتوا لها، بأنهم يكتسبوا وعي أكبر بها، بأنهم يطرحوها في مستوى برامجهم السياسية ووثقهم التأسيسية. ولذلك المركز ممكن يأهلهم لنقلة نوعية داخل حزبهم باش يطوروا العمل بتاعهم، وخاصة يطوروا الممارسة بتاعهم في تعاملهم مع الرهانات التي تطرح يوميا في علاقة بالحقوق والحريات. جمعية الدعم مش تنجم أن تقدم لنا إضافة ممتازة نوعية وكمية باش تمكننا من أنه كما قلت شبابنا وإطارات الحزب يكونوا في اتلاع وفي تدرب كامل ومتواصل في هذا الإطار. بالنسبة للتيار الديمقراطي يعتبر أن مسألة الحقوق والحريات هي من المسائل اللي يعتبرها جوهرية ورئيسية، وفي البيان متاعه البيان التأسيسي وفي توجهاته وفي الخط السياسي متاعه هي في حد ذاتها مستلهمة من منظومة الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها، وتبنات خاصة على العهدين
دوليين متعلقين بالحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ثانية. ونعتبر كون هذه المسألة مسألة الحقوق والحريات هي الأسس التي تتبنى عليها الأحزاب التي ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ترمي إلى تحقيق توازن سياسي، ترمي إلى بناء مجتمعي مبني على ديمقراطية حقيقية وعلى العدالة وعلى الإنصاف وعلى مبادئ التكافل والتضامن بما يحقق التوازن الاجتماعي المنشود. ثقافة حقوق الإنسان هي من أهم مكونات العمل الحزبي والسياسي اللي يعمل عليه حزب آفاق، للتعريف أولاً وللتدريب وللممارسة، لأنه لا يمكن في فضاء سياسي واعي ومتقدم أن نتغافل على أهمية حقوق الإنسان وأهمية التعامل بمبادئ حقوق الإنسان الكونية، واللي بالمناسبة تم تسجيلها وتضمينها في دستور الجمهورية الثانية لتونس. هو موضوع يحتاج إلى أن يستمر على المدى المتوسط، زي ما قلت لك، مش أنه يعطي نتائج يعني أو على المدى البعيد، لكن على المدى القريب على ما أعتقد أنه هو ما يؤديش لنتائج ملموسة على أرض الواقع. محاولة التأسيس لثقافة دمج حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في برامج الأحزاب هذه فكرة جيدة جدا، وهي طريقة وتفكير سليم حتى يمكن الأحزاب من هذه الدربة وحتى تستفيد كل، خاصة بعد اليوم البحث على تأسيس أنظمة ديمقراطية في بلدان ما يسمى بين ظفرين الربيع العربي، وهذا هام وهام جدا، لأن الديمقراطية لا يمكن أن ترتكز إلا على دولة احترام حقوق الإنسان ودولة القانون. درجة المنظمات بتاع المجتمع المدني على أنها تقدم خاصة دورات تدريبية وتنمية القدرات للأحزاب السياسية من حيث تقنيات إدارة الحملات الانتخابية أو من حيث قواعد العمل على المستوى المحلي، ولكن هناك نقص في ما تقدمه المنظمات ومنظمات المجتمع المدني للأحزاب السياسية في علاقة بقضايا المساواة بين الجنسين، في علاقة بالقضايا الحساسة التي تهم المجتمع كالحريات الجنسية، وفي علاقة بكل منظومة حقوق الإنسان كونيتها، وخاصة كيف يمكن لحزب سياسي أن يحمل على عاتقه الدفاع عن هذه المنظومة وأن يقدمها كمشاريع تترجم في السياسات وفي البرامج الحزبية. بالتالي المركز أعتقد أنه ممكن يسد هذا الفراغ الموجود اليوم بأن يقدم هذا الرصيد المعرفي وبناء القدرات التي يحتاجها فعلا النشطاء السياسيين. هذا الدور هو هام وهام جدا، باعتبار سيربط الصلة بين بلدان عربية وسيحاول أن يفيد تجارب البلد، مثلا تجارب تونس بتجارب ليبيا أو بتجارب مصر، مستعدين كتنسيقية باش نمشيو في الاتجاه هذا ونعمل على دعم العمل اللي يقوم به المركز. دعم اليوم مش تمكننا من أن نواصل تعميق رؤينا وبرامجنا في جانب حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت في المستقبل مش نعمل على القيام بحصص تدريبية لشباب ولقيادات الحزب فيما يخص موضوع حقوق الإنسان بمختلف جوانبه، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الشباب، حقوق الخاصة بالمسجونين، حقوق حتى الجنسية، كل المواضيع اللي عندها علاقة بحقوق الإنسان نحن نولي أهمية كما قلت. مركز الدعم في إطار عمله أو في مجال حقوق الإنسان هو ما نقدر نقول إلا أنه باش يقدم الإضافة الجيدة جدا في هذا المجال ولمتابعة حتى المسار الديمقراطي لتونس. الدور متاع المركز والجمعيات متاع المجتمع المدني اللي هي اليوم لها بدعم المسار الديمقراطي وتعزيز مبادئ معينة اللي هي اليوم لازم نخدم عليها كما مبادئ حقوق الإنسان والحقوق الكونية، يلي عنده دور مضاعف. دور الأولاني دور متاع كوتشينج، يعني كأحزاب تأسسنا في غمرة ثورة وتأسسنا ما غير ما يكون فيما تقاليد حزبية وتقاليد تكوين حزبي وتقاليد متاع نقاش سياسي، فمحتاجين أنه نظر
فترة خارجية محتاجين مجتمع مدني يعمل معنا شوية كوتشينج ويخلي فما علاقة بين الأحزاب والمجتمع المدني، مش علاقة متاع سيطرة بل علاقة متاع تعاون. مهمة حتى لترسيخ الديمقراطية في تونس، إنه الأحزاب اللي نجمها تكون في السلطة اللي عندها وعي من بداية نشأتها بدور المجتمع المدني وبدوره كمعين للأحزاب وكمعين للحركة السياسية. ما زلت كتعرفت على مركز دعم، وما فاجأت اللي تفاجأت فيه هو أولا كمية بتقول الثقافة الحقوقية، ثقافة حقوق الإنسان اللي يقدر يقدمها لنا كأحزاب سياسية، وأرى أنه هذا ما نحتاجه. إذا كان هناك حاجة لتفاعل الأحزاب السياسية مع مؤسسات المجتمع المدني مثل دعم، فهو لتركيز هذه الثقافة لتقريبها وأيضا شرحها. فما يقوم به مركز دعم هو عمل أساسي. ونشكره بالمناسبة منظمة دعم اللي جاءت الحزب أفاق وقدمت لنا رؤيتها وبرنامجها، وإحنا سنتعامل معها بكل جدية ونشكرها جدا جدا وبارك الله فيك.